يعني لو هنسأل محمد بقى، انت خريج هندسة اتصالات بالظبط. وتكنولوجيا المعلومات، هندسة اتصالات جات لك الفكرة ازاي ان انت اصلا تروح جامعة زول من الاساس بقى؟ من الاساس. هو انا كنت اساسا في هندسة القاهرة، تمام، وقضيت سنة وبعد كده سبتها ورحت جامعة زويل. كان ايه السبب؟ كان ايه السبب؟ كان في كذا سبب الصراحة. اول سبب ان الامكانيات والحاجات اللي موجودة في المدينة بتحاول تتبنى البحث العلمي اكتر، وان الطلبة يقدروا يشاركوا في الابحاث من هو بس طلبة، مش لازم يكونوا اتخرجوا. دي من اهم الاسباب. في برضو سبب تاني، ان الروح اللي كانت ما بيننا وفكرة دكتور زويل، وان احنا كنا مؤمنين ان احنا ممكن نعمل حاجة فعلا، وان احنا نساهم في الحلم اللي هو عايزه، دي كانت بتحفزنا جدا ان احنا نشتغل بشكل عظيم يعني في المدينة ونحقق حاجات كويسة. وزائد طبعا التعامل مع الدكاترة عندنا في المدينة مختلف تماما. هم يعني انا بتكلم مع الدكتور زي والدي، ودايما فاتحين بابهم لينا، فيعني ده مختلف عن الجامعات الحكومية التانية. يعني موضوع بيكون في صعوبة شوية التواصل. بالظبط بالظبط، صحيح. وكان العدد أصغر، فبالتالي بالظبط كده الإشراف بالظبط. يعني حتى لو نفس الإمكانيات للجامعات الحكومية بالنسبة لعدد الأفراد فده كويس. يعني لما نتكلم على جامعة القاهرة ممكن تبقى الدفعة الواحدة 10,000 واحد. طب دفعتكم قد إيه؟ إنما إحنا كلنا على بعضنا ممكن من 1000 ل 1500 واحد. يعني فده فرق كبير جدا طبعا، يدي إمكانيات أحسن للطلبة عندنا. صحيح. طب أنا عايز أسأل سؤال كمان، أنت فيما يتعلق بقى بالبحث العلمي جوه الجامعه، قول لنا كده ابرز المحطات اللي مريت بيها واللي يمكن فرقت معاك في نظرتك كمان للعلم اللي انت اخترته عشان تكمل فيه. هو من اهم الحاجات اللي كانت عندنا في المدينه ان اي كورس احنا بناخده احنا بنطبق عليه ولازم نعمل مشروع ليه. فدي كانت من اهم الحاجات، ان انا اي حاجه انا باخدها بعمل لها مشروع، والمشروع بنحاول يبقى كويس كمان، يعني يبقى حاجه فعلا تطبق في الحياه العمليه، مش بس حاجه بسيطه يعني. ادينا امثله. فامثله بالظبط، يعني زي مثلا هو مشروع التخرج مثلا بتاعنا، هو كان اننا بنحول الكلام اللي احنا بنقوله بالعربي دلوقتي باللغه العربيه لكلام مكتوب اوتوماتيك، بحيث مثلا ان لو انا بسجل مؤتمر صحفي مثلا على التليفون، اننا في الاعلام يعني، ف وانا بسجل المكالمه مش هقعد بقى اعيد واسمع الكلام ده تاني واكتبه بايدي. لا، انا ممكن يبقى بصوره ابلكيشن على الموبايل، بدخل بس تسجيل المكالمه ويطلع كسكريبت، فالموضوع يسهل كتير جدا في الاعلام. جدا بالظبط، لان فعلا في بيبقى في صعوبه كبيره جدا ان انا اقعد اعيد و لسه شغالين عليه ان شاء الله، وباذن الله يعني اب على الابلكيشن على الموبايل. الابلكيشن على الموبايل.